ذكرنا في 10 حلقات سابقة أساسا من الأسس التي تبنى عليها الحكومة الواحدة ذات 1,000,000,000 مسلم، منهجها الكتاب والسنة، وحاكمها الأعلى ينتخب بأكثرية آراء الأمة ممن تتوفر فيه الشروط الإسلامية المعروفة في كتب الفقه. والأساس كان هو التوعية ل1,000,000,000 مسلم، توعية دينية دنيوية. وفي هذا اليوم نذكر حلقة في الأساس الثاني من الأسس التي تبنى عليها الدولة الإسلامية الواحدة. إنه أمر ضروري وواجب وحيوي للمسلمين بأن ينظموا أفرادهم. أولا، التنظيم شرعي، فقد قال علي عليه الصلاة والسلام: والنظم أمركم، أي أن الضروري عليكم أن تنظموا أمركم. والله سبحانه وتعالى خلق الكون كله منظما، ولذا قال في القرآن الحكيم: من كل شيء موزون. قطرات الأمطار منظمة وموزونة، البحار، الأشجار، الحيوانات، الرمال، الأنجم، الإنسان، وكل شيء منظم وبوزن خاص. والإنسان حيث كان مختارا، الله سبحانه وتعالى جعل تنظيمه بيد نفسه، يعني تنظيم أفراده وتنظيم أموره وأعماله. أما التنظيم في داخله من حركات القلب والرئة والكبد والكلية وسائر الأجهزة في داخل الإنسان، فلها حركات منظمة وموزونة، ولو اختلت تحت حركاتها لمرض الإنسان أحيانا ومات أحيانا أخرى، كما هو معروف لدى الجميع. فالتنظيم شرعي أولا، والتنظيم كوني ثانيا، ويجب أن لا يشذ الإنسان عن قوانين الكون، وإنه قوة ثالثا. كلنا نعلم أنه بدون التنظيم لا تكون القوة، وإذا صار التنظيم صار القوة. وقد قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا كان التنظيم قوة، فمن الواجب أن نتمسك بهذا الشيء بأن ننظم أفرادنا، وكل فرد يتمكن من هذا الشيء، إما بأن ينضم إلى منظمة من المنظمات الإسلامية المستقيمة، وهي موجودة بحمد الله في كثير من البلاد الإسلامية،
وإذا أراد أن يبتدئ تنظيما جديدا بدأ التنظيم الجديد بنفسه، يعني هو يتمكن أن يكون 4 أصدقاء ينظمهم ويثقفهم ويجعلهم جماعة واحدة، ثم كل فرد من هؤلاء الجماعة الأربعة لما استوعبوا التنظيم والثقافة نظموا 4 حتى أصبحوا 20 فرد، وهكذا ينظم كل من الدرجة الثانية الدرجة الثالثة والدرجة الثالثة الدرجة الرابعة على نحو التصاعد الهندسي، فإن هناك تصاعد عددي 1، 2، 3، 1000، 1000، 2000، وهذا يسمى بالتصاعد العددي، وهناك تصاعد هندسي يعني 1، 2، كل واحد من الاثنين ينظم 1 صاروا 4، كل واحد من 4 ينظم 1 صاروا 8، ثم 16، ثم 32، ثم 64، وعلى هذا المعدل. وبعد درجات من التنظيم التصاعدي تصل الأعداد إلى الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف والمليون والملايين وعشرات الملايين، وهكذا. إن الإنسان المسلم يجب أن ينظم نفسه إطاعة لله تعالى فيما قاله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والتنظيم قوة، وإطاعة للرسول لأن أوامر الله هي التي بلغها وطبقها الرسول، وإطاعة للأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وهذا سيدهم علي أمير المؤمنين حرض على نظم الأمر وحث عليه، كما حث على الصلاة وحث على الصيام وحث على غير ذلك. إننا إذا لم ننظم أنفسنا كحالتنا الآن في تنظيم واسع وكبير غلبنا الأعداء، كما غلبنا بالفعل. المسلمون الآن 1000 مليون، لكن قطعة من المسلمين مستعمرة في الاتحاد السوفيتي وهي أفغانستان، وقسم مستعمرة للصهاينة، وأقسام مستعمرة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم. لماذا هذا الشيء؟ ألا نتمكن من إنقاذ أنفسنا حقيقة وواقعا؟ نتمكن، وكلا أن لا نتمكن. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا نظمنا أنفسنا صرنا قوة أمام قوة الشرق والغرب وأمام عملائهما، وأما إذا لم ننظم أنفسنا لبقينا أذلاء في هذه الأمور ونتخبط خط عشواء، كما هي حالتنا بالفعل. التنظيم قوة، والعالم أخذ بهذه القوة. فقد قرأت في تقرير أن الصهاينة عندهم 5 مليون منظم، وقرأت في تقرير أن الاتحاد السوفيتي عنده بين 12 مليون إلى 25 مليون منظم، والصين الشيوعية عنده ما لا يقل من 20 مليون منظم، والبلاد الأوروبية 9، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإلى آخرها، وأمريكا أيضا. هذه البلاد عندها 50 مليون منظم، يعني أنه التنظيمات الحكومية
التنظيمات الحزبية، التنظيمات الثقافية وإلى آخرها. فنحن إذا لم نكن منظمين في هذا البحر من التنظيم الموجود للصهيونية وللشيوعية وللصليبية، قطعا يحكم علينا بالتبعثر والتأخر والانحطاط كما هي الحالة. فيجب علينا واجب الدفاع أو واجب الجهاد أن ننظم أنفسنا تنظيما دقيقا وشاملا، مقدمة لإقامة حكم الله تعالى ولإنقاذ أنفسنا من المستعمرين والمستغلين والمستكبرين. إني قبل 10 سنوات أو أكثر قلت لجماعة من أصدقائنا اللبنانيين المسلمين، قلت لهم إن منطق التاريخ والأحداث يعطي أنكم إذا لم تنظموا أنفسكم محكوم عليكم بالانحطاط والتأخر والتبعثر والقتل والطرد وما أشبه. قالوا ومن أين تقول؟ قلت من منطق الأحداث ومنطق الزمان. قالوا وكيف؟ قلت لهم إن من الواضح أنتم في الجنوب وما أشبه الجنوب اللبناني محاطون بتنظيم صليبي في داخل لبنان وبتنظيم صهيوني في إسرائيل، فأنتم بين تنظيمين كلاهما عدو لكم وأنتم مبعثرون، ومن الطبيعي أن المبعثر مغلوب بالمنظم، فإن الحق إذا لم يؤخذ بأسبابه لا يكفي أن يقول الإنسان إني مع الحق. الحق يأمرك بالتنظيم، الحق يأمرك بأن تعلو وأن لا يعلى عليك، لا أن تجلس وتكسل ولا تعمل وتقول إني مع الحق والصهاينة على الباطل والصليبيون على الباطل. كلا، إنك أيضا إذا لم تأخذ بأسباب الحق لا تتمكن أن تقول إلا أنت على بعض الحق. وعلى كل حال أكدت لهم هذا الشيء تأكيدا، وغيري أيضا أكدوا لجماعة منهم، لكن الظروف قاسية وكلنا نعلم الظروف التي مرت على الجنوب اللبناني حالت بينهم وبين التنظيم، وإن كان كثير منهم أيضا يشتاقون إلى ذلك ويعدون الغدة له. وعلى أي حال وقعت الواقعة، وكلنا نعلم أن جنوب لبنان كيف احتوشتها الكوارث من كل مكان. هذه القطعة من الأرض التي يسكنها المسلمون الطيبون الذين طيب نفسهم ودينهم واهتمامهم لا يخفى على أحد، لكن النتيجة حصلت سواء كان تقصيرا في ترك التنظيم أو قصورا، والنتيجة تحصل. لأن الإنسان الذي لم يشرب الماء ولو كان لعدم وجود الماء لابد وأن يتضرر، لأن الأمر ليس متوقفا على العلم أو الجهل أو الإمكان أو عدم الإمكان. الدنيا دار أسباب ومسببات، ومسبباتها تتولد من أسبابها كما هو شيء واضح. وعبرة كبيرة لنا في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنا وجدنا الرسول ينظم أمره تنظيما دقيقا. فمثلا في حرب بدر المشهور أن المسلمين جهاء 300 وكثرة والكفار جهاء 1000،
والمسلمون شبه أعزل، والكفار مدججون بالسلاح، لكن المسلمين كانوا مزودين بالإيمان. ولم يكتف بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أضاف على إيمانهم القلبي تنظيمهم الجسدي الخارجي. فقد ذكر بعض المؤرخين أن الرسول نظم كل 100 من أصحابه في دائرة، ظهورهم بعضهم إلى بعض ووجوههم إلى الخارج. تصوروا حلقة هكذا، وحلقة ثانية من 100، وحلقة ثالثة هكذا من 100، وهكذا. هؤلاء المسلمون حاربوا الكفار، الكفار أكثر وسلاحهم أحسن، لكنهم غير منظمين وقلوبهم وأفئدتهم هواء. فلما الكفار أرادوا محاربة هؤلاء، أولا لم يتمكنوا من الإحاطة بهم ظهرا ووجها، وثانيا إن الكفار تبعثروا حول هذه الحلقة الكبيرة من 100، وحول الحلقة الثانية المكونة من 100، وحول الحلقة الثالثة المكونة من 100. ولهذا غلب المسلمون وانتصروا. فإذا لم يكن هذا التنظيم، لعله لم يكن المسلمون ينتصرون بإيمانهم وحده، فإن الإيمان سلاح، لكن أيضا يحتاج الأمر إلى أسلحة أخرى. ولذا قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يجب علينا أن نتعلم من الله في تنظيمه الأمور. وفي الحديث: تخلقوا بأخلاق الله. ويجب علينا أن نتعلم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تنظيمه. ويجب علينا أن نتعلم من علي عليه الصلاة والسلام، فننظم تنظيما كبيرا إسلاميا توعويا، لأجل أن نقابل بتنظيمنا تنظيم الشرقيين والغربيين. وإذا عملنا في هذا السبيل الله معنا، وهو على كل شيء قدير، وقد وعدنا النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.